ثم قال ابن الأثير: ثم دخلت سنة 17617 هجري، ذكر خروج التتر إلى تركستان وما وراء النهر وما فعلوه. في هذه السنة ظهر التتر إلى بلاد الإسلام، وهم نوع كثير من الترك، ومساكنهم جبال طمغاج من نحو الصين، وبينها وبين بلاد الإسلام لاحظ كم المسافة بينهم، وذهب إليهم يتحرش بهم ويسرق منهم ويسلب منهم، ليس من أجل نشر الإسلام إنما من أجل السلب والنهب. يقول: وبينها وبين بلاد الإسلام ما يزيد على 6 أشهر. الآن يتحدث عن السبب في ظهورهم. ابن الأثير يقول: وكان السبب في ظهورهم أن مالكهم ويسمى بجنكس خان كان قد فارق بلاده وسار إلى نواحي تركستان، وسير جماعة من التجار والأتراك ومعهم كثير من النقرة، يعني قطع ذهب أو فضة، ذهب وفضة كما يسمى سبيكة الذهب، سبائك ذهب وسبائك فضة، ومعهم كثير من النقرة، القطع المذابة من الذهب أو الفضة، ومعهم القندز وغيرهما إلى بلاد ما وراء النهر سمرقند وبخارى ليشتروا له ثيابا للكسوة. إذن عندهم أموال، عندهم أعيان تجارية مختلفة، ذهبوا للتجارة وليشتروا من هناك الثياب لهولاكو. فوصلوا إلى مدينة من بلاد الترك تسمى أواترار. إذن يقول: ومعهم كثير من النقرة والقندز وغيرهما إلى بلاد ما وراء النهر سمرقند وبخارى ليشتروا له ثيابا للكسوة. إذن علاقات حسن جوار بينهم، تجارة، اقتصاد. يقول: فوصلوا إلى مدينة من بلاد الترك تسمى أواترار، وهي آخر ولاية خوارزم، وكان له نائب هناك. فلما ورد عليه هذه الطائفة من التتر أرسل إلى خوارزم شاه يعلمهم بوصولهم ويذكر لهم ما معهم من الأموال. سأل لعابه على الأموال وللأموال. يقول: فبعث إليه خوارزم شاه يأمره بقتلهم وأخذ ما معهم من الأموال وإنفاذه إليهم، فقتلهم وسير ما معهم وكان شيئا كثيرا. فلما وصل إلى خوارزم شاه فرقه على تجار بخارى وسمرقند وأخذ ثمنه منهم. أقول: غدر وسلب ونهب وقتل، هذه هي أخلاق التوحش والإجرام، والله العالم بحجم الكوارث التي وقعت على الإسلام والمسلمين وبلدانهم بسبب هذه الغدرة الشنيعة. يقول ابن الأثير: وقيل في سبب خروجهم إلى بلاد الإسلام غير ذلك مما لا يذكر في بطون الدفاتر، فكان ما كان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. التفت جيدا، ما ذكره من غدر وقتل وسرقة وإجرام ارتكبه خوارزم يعتبره خيرا في مقابل ما لم يذكره، والذي لم يذكره ابن الأثير لا يذكر في بطون الكتب لفحشه وقبحه الشديد. فأي مستوى من القبح والفساد والإجرام وأخلاق الشيطان كان فيه ذاك السبب الحقيقي وقبح خوارزم الحقيقي وفحشه وفساده بحيث فاق ما ذكره؟ وهل توقف الإفساد وسفك الدماء من أجل الذهب والمال إلى هذا الحد؟ لنرى ماذا يقول ابن الأثير.